ماما انت نروح نجهز ان للكريسماس. شاء الله الجمعة نطلع نجيب غراض الكريسماس اني ماما وبابا. انا اروح انا وياكم انت وبابا حتى اشتري ملابس للكريسماس. عسولة مو اشتريت لك استوني اني ملابس، بس نروح نجيب شجرة الكريسماس ونفاخات والزينة يا فقط. ماما شوف التاني الثوب بالموبايل تجيبه مثله. حبابة حبابة عسولة يجي ابوك وقولي له شوفوا ياخذك ويانا. لا ما اعرف، لان هو الجمعة قال نطلع العصرية نجيب الغراض والله ونروح. ذا قلت يا بابا والله يخبرها خمونتي ما تقبليها كل ما قلت. هاي يعني هيك عسولة، من جاب لك ملابس المدرسة؟ من جاب لك الملابس الشتوية؟ مو انا طلعت وياك واشتريناهن، هسه صار بس بابا يشتري لك. روح ادعس. لا هم زعلين زعلين فتاتي كانت. ماما انا اريد ناديتي موبايل بابا نايل عوفوناي. انا قال ابها السنة نايم هو بعد ما يجينا. ماما عسولة عيب هذا الكلام تحكيه، جدك رجال كبير وتعبان ينام من وقت، فإذا سمعتك احتمال يزعل عليك ما ما يتفهم. يخالف ما يخالف خطوه 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 خلينا نايم. سامحيني سامحيني. كريسمسكم خوش كريسمس يا الأولاد، كريسمسكم خوش كريسمس يا الأولاد، كريسمسكم خوش كريسمس يا الأولاد. ماما ماماتي وين هديتش الموبايل؟ هاتوه لعندي هاتوه لعندي. لولي ابو هاتو هاتو تاني شوية خنقسم الكيك، خسر الساعة 12 ضبوط، ناكل الكيك نحتفي نلعب شوية وبعدين نعطيكم كلكم، جبنا لكم هدايا ما نسينا واحد. انا اروح ويا ما ساعده. يلا انوار هاي الكيكة اخذها خليها على الطبلة مال عيد الميلاد، وهسه جاي انا وراك. جبت لكم الكيكة، اجيت وجبت لكم الكيكة. راح اطيح راح اطيح، لزم الكيكة لزم الكيكة. لا هاي هي وقعت الكيكة وراحت الهدية والموبايل. انت احول انوار.